أنا بحب أكتب على الحيطان لأنه بعتبرها جزء من ثقافة الفلسطيني في كل مكان، يعني ثقافة الكتابة على الجدران، واللي هي جزء من مشروع القادم اللي أنا عم بحضر له في معرض القادم اللي هي بعنوان رسائل الجدار. أنا بعتبر أي جدار موجود في أي مكان مكتوب عليه شيء، بعتبر أنه هذا الشيء هو عبارة عن رسالة من شخص لشخص آخر أو للعالم كله، يعني خاصة بغياب خلينا نحكي الحرية اللي خلتنا نلجأ للجدار لحتى يكون منفس لإلنا ولأفكارنا وأرائنا الحقيقية. يعني أنا بلشت أرسم لما كنت صغيرة بالابتدائي، يعني كنت أرسم في كل مكان، في دفاتر، على الحيطان، على الأرض، على خزانات المية. كانت تستهويني فكرة أرسم الوجوه وأشوف المجلات، أي شيء قدامي أحب أنقله بالقلم الرصاص أو الفحم. فمن هنا بلشت موهبتي يعني تتشكل، وبلشت يعني أشارك بمسابقات المدرسة وبالرسم وأنمي موهبتي. بعدين بالجامعة درست التخصص يعني، فكملت الدراسة وبلشت يعني أطور موهبتي من موهبة فطرية لموهبة مدروسة أكثر وواعية أكثر تجاه عناصر الأعمال الفنية. طبعاً دراستي بالجامعة طورتني أكثر، والتعرف على أعمال الفنانين الكبار والدراسة ساعدوني أكثر لحتى أوصل لهي المرحلة، التدريب المستمر والشغل الدائم. بعدين بلشت تجربتي الأولى بمعرض الشخص الأول ب 2007، كان بعنوان وجوه، و ب 2012 كان معرض جواز سفر، بال 2013 كان في معرض عندي عملته بالإمارات بالشارقة بعنوان أطياف موسيقية، وكنت بوظف فيه اللي هو النوتات الموسيقية في اللوحات الفنية لأنه أنا برضو بحب كتير الموسيقى. بلشت من وأنا صغيرة يعني من الابتدائي بلشت أنا أوعى لهاي الموهبة. يعني هو في البداية يعني أنا لقيت حالي برسم كتير شغلات، يعني أرسم غير الرسم. يعني في الطفولة يعني كانت دائما تلعب بالرمل، تعمل أشكال، تعمل حاجات، تعمل يعني شغلات كتيرة، المية والرمل مدرسيدو. يعني هذا فنون. لا أنا فيش حدا يعني فيش حدا بغلبني، بس كنا ننبسط عليهم، ننبسط عليها كتير يعني. ودائما هي يعني بتحب الفن وبتحب الشغلات هذه، اللي تعمل أشكال من الخشب، من عروق الشجر، من نرسم كنا على الحيطان كمان. ترسم يعني على الحيطان. على خزانات المية بالطباشير كنت أرسم على المكان، في المدرسة كنت أرسم على حواف الكتاب، يعني حتى بالحصة يعني أكون دايماً أنا أول بنك، أكون برسم مركزة مع الأستاذ، يعني أنا بكون مركزة وفاهمة الدرس وبس برسم وين مكان حواشل. لازم إيدي هاي تشتغل هاي، فأنا أمسك الأستاذ القلم من إيدي ويسحب ويأخذه عنده. بس يعني صعب كان أقنعه أنه أنا والله مركزة معك يعني، بس لا
خلص يعني. فمن هناك بلشت الموهبة يعني. مجلات كنت ألم المجلات أرسم المودلز اللي بيكونوا فيها الوجوه. بس لحتى الآن ما رضيتش مش راضي ترسم لي ولا صورة يعني. ما أنا واقف مجنبها كتير لكن يعني. مش راضي ترسم لي ولا صورة لهالبيت. أنا أجيت عند خاله هنا قضيت شهرين. كانت عنده هاي الغرفة مسكرة ووفر لي فيها كل الظروف الملائمة لحتى يعني أرسم وأنتج وأشتغل الإمكانيات زي هيك يعني. هلا إحنا في بيت أهلي يعني إنه هو فيش مكان يعني في مكان. أنا عندي غرفة صغيرة في بيت أهلي بس مثلا ما كانت تصلح للتصوير يعني أو لأشي. فخاله هنا كان يعني دايما فتح لي بابه. ما كانت تصلح للتصوير ولا للرسم؟ والله للتنين يعني كان صعب شوي الوضع. فخاله هنا قال لي مثلا شبه معرض يعني ترسم وتعلق على الحيطان وتشوف الرسمات تبعتها كيف. هنا في هاي المكان هذا الوضع ما كنتش لسه انا فتحها على بعض ما كانش لسه فتحها الصالون هذا كله. احنا لليوم مسمينها يعني غرفة مي. سجلت بس من كتر ما اشتغلت. كانوا يجوا الصحفيين اجانب يعملوا معها لقاءات صوروها ترسم وهي كذا برضو عندي هنا. فترة الجامعة كانت مغلبانة كتير. كيف؟ في قصص الموقف سمعني الموقف يعني تطلع هيك تفجأ تقول لي أنا بدي مثلا بدي أعمل شكل فني من الخشب ومن شو اسمه يعني. أنا أروح مثلا تبقى يوم جمعة وبدي إياه ضروري يوم السبت يعني أروح أحكي مع النجار صاحبي يفتح لي المنجرة مخصوص أقول له هاي المنجرة وهي الخشب وهي المعدات كلها وأنت يعني أعمل اللي بدك إياه. أنا كنت أشتغل على عملت مراية حفر على MDF واشتغلت آية قرآنية بالأركة الدوار على إيدي اشتغلتها. واشتغلت ساعة تفريغ برضو على الخشب أبلكاج. فكان كل هاي الشغلات تفاصيل تفنيشها وكل هاي الأشياء إذا ما خلصناها بالجامعة أقول له خلو نروح على منجرة صاحبه خلينا يشتغل فيه. الحمد لله ما عنده صاحب. منقذ هو فعلا منقذ. على فكرة مش بس في المواقف هاي في الحياة كلها بنعتبر من خلال عدنان هو حتى نوقف عائلية تزعلي ما حدا تحرد يعني باجي بحرد عنده أنا لا مفضفضه يعني كمان صاحب يعني